كذلك من مسائل الاصطياد قلت حبائل النساء. وجرير يقول: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. والعيون فتنة. وكان شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله كثيرا ما يستشهد بقول القائل: وعينان قال الله كون فكانتا، فعولان بالألباب ما تفعل الخمر. وذكره هذا في تفسيره. فالعيون فتنة بلا شك. السبيل إلى الفرار من هذا الاصطياد عدم ارتياد تلك المواطن أو التعرض للفتن. ونحن كثيرا ما نردد قول القائل: إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.